السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هاني أم يحيى. واليوم التعليم عن بعد على الأبواب، وزارة التعليم تصدر مذكرة خاصة في الموضوع، إليكم التفاصيل. يبدو أن التعليم عن بعد يطرق أبواب الجامعات المغربية بعدما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى رؤساء الجامعات بالمملكة، دعتهم من خلالها إلى الاستعداد لاعتماد التعليم عن بعد وتوفير الموارد البيداغوجية السمعية البصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة، تحسبا لأي تطور سلبي محتمل في الحالة الوبائية بالمغرب. وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها أكادير 24، فإن الوزارة دعت الجامعات إلى اتخاذ التدابير الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال الموسم الجامعي الحالي، تحسبا لكل تطور للوضعية الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وذلك عن طريق تحضير أنماط بيداغوجية متنوعة تلائم كل تطور محتمل للحالة الوبائية. في هذا الإطار طالبت الوزارة من رؤساء الجامعات بإعطاء تعليماتهم لرؤساء المؤسسات التابعة لهم من أجل مواصلة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وأوضحت الوزارة أن هذه المذكرة تأتي تفاعلاً مع تطور الحالة الوبائية وطنياً ودولياً، وحرصاً منها على ضمان السلامة الصحية لمختلف الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طلبة وأساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية، داعية إلى المزيد من الجهد والتعبئة من أجل التصدي لهذا الوباء وتجاوز هذه الأزمة بمختلف أوجهها. لهذا فإن هيئات التدريس والفرق الإدارية والتقنية بالجامعات مدعوة لمواصلة مجهوداتها المكثفة من أجل توفير موارد بيداغوجية سمعية بصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة، وذلك ترصيدا للمكتسبات التي حققتها الجامعات في ميدان التعليم عن بعد منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19. إذن متابعيني، فموضوع اليوم كان بخصوص التعليم عن بعد الذي قد يكون على الأبواب، لأن وزارة التعليم أصدرت مذكرة خاصة في هذا الموضوع. أترككم إلى فيديو آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.